هي ما جاتش امبارح ليه؟ ما اعرفش. انت عارف كل حاجه. اصل اتكلم. اصل المعلم مضايق عليها اليومين دول والله. اسمع، قول لها تستناني الليلة ضروري، اذا ما جاتش مش هيحصل لها طيب، لا هي ولا المعلم بتاعها، فاهم؟ هقول لها، هقول لها. معاكي بقى يا وردة يا بنت، عقالي وسيبك من الهوسة اللي انت فيها دي. يا بتفهمني كويس، دي مصيبة كبيرة قوي. سبحان الله. أصلي سفوات خرج من هنا وسي أحمد خرج وراه. الفيلة سودة. أركب. حضرة المدير. أركب. والله العظيم أنا مظلوم خالص. أركب. حاضر. اقدر افهم تهربي مني ليه؟ غصب عني محكوم. قصدك ايه؟ المعلم سليم مقرط عليا. وايه المناسبه؟ بيحبني والحب نار. من امتى بتعملي حساب؟ من امتى بتخافي منه؟ مش معنى انت بتخاف من اخوك، ولا انا معذوره لما اخاف منه لاني ست. بس بقى. لكن انت، انا سلمتك نفسي وانا مطمنه انك انت هتحميني منه ومن شره، لقيتك مش قادر تحمي نفسك حتى من اخوك. مش عاوز اسمع صوتك بعد كده. ما قدرتش ترد الالم لاخوك وجاي تشطر عليا جبان جبان. مش عاوز اسمع صوتك. وانا كمان مش عايز اشوف وشك. بكرهك بكرهك. وانا بحبك يا نايم. كذاب كذاب. صدقيني ما اقدرش استغنى عنك. صحيح يا فؤاد. صحيح، مفيش قوة في الدنيا تقدر تمنعني عنك. حتى ولا اخوك؟ مالكيش دعوة باخوك. ايه اللي جابك هنا؟ جيت اشوفك واطمن عليك. انت مش من حقك تتجسس عليا. عندك حق، كان لازم اسيبك تنحط اكتر من كده. انا حر في تصرفاتي. لو كنت حر ما كنتش تسيب واحدة زي دي تستعبدك وتبرمغ شرفك في الواحد. أنا مش محتاج نصايح حد ومش خارج من هنا. لا هتخرج وهترجع لبيتك وهترجع لعقلك. قلت لك مش خارج من هنا. لا هتخرج، هتخرج معايا. قلت لك لا.